بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راح نحل الهومورك السادس، والله أعلم إنه السادس. راح نرسم هذا السكتش ونعمله ريفولف عشان يعطينا المجسم اللي هون، ونعمل التسنين. نيجي على الفرونت، هبدأ من هون أنا. بس قبل كل إشي نغير النظام لإنش. لا ثواني، هذا الخط الأخير مش هون. نوزع الأبعاد، برضو راح تكون واحد. ليش راح تكون واحد؟ لو نحسبها من هون تطلع واحد. المسافة من هون لهون راح تكون الدياميتر هاد اللي هو الاثنين ناقص الدياميتر البوينت 625 تقسيم 2. راح نحكي له 2 ناقص 625 تقسيم 2. طبعا المسافة بين هاد اللي هون واللي هون راح تكون اللي هي 0.23 تقسيم 2. بوينت 23 تقسيم 2 هذا طلع لفوق،
بسيطة، بنشيل اللي هون كنترول زد، نعطي البعد اللي هون 0.23 تقسيم 2، نرجع نعطي البعد اللي هون 2 ناقص 0.625 تقسيم 2. فإن النقطة هاي لازم تكون على سوا اللي هون، فين البعد هون 2.75، بنضيف ريليشن اثنين وخمسة وسبعين. اللهم صل على سيدنا محمد. نعطي البعد هاد تمام، عندنا المسافة هاي 1.75، المسافة هون 65، الراديوس 0.05، المسافة هاي 0.05، المسافة هاي اللي هون 0.15، المسافة بين هذول الاثنين 0.1، المسافة بين هاي وهاي 0.0875. المسافة بين هاي وهاي ديامتر هاد ناقص ديامتر هاد على 2، واحد ربع ناقص 0.625 على 2، خليهم هوريزونتال ومعهم كلهم هوريزونتال. تمام، عندنا المسافة من هون لهون راح تكون كانسل، تشكيل انها معرفة. خلينا نشوف ايش الناقص، البعد عن المحور. تمام، نعرف خط فور كونستراكشن افقي، البعد
هاي معطيهم الدياميتر، راح احكي له 0.62. الشكل صار fully defined. كان بإمكاني بدل ما أعمل الحسابات هاي أعمل دايمنشن من هون وأعطيني الدياميتر. هسا ظل عنا نعمل ريفولف من فيتشرز ريفولف، هاي أعطاني اللاين اللي أنا معرفه هو الأم الأكسس آخر واحد عملته 360 درجة. هاي الرسمة صارت جاهزة، بس ضل بدنا نعمل التسنين. عشان نعمل هاي الدائرة بنيجي على التفاصيل تبعتها من هون، هي أكيد جاي في المنتصف، جاي في المنتصف وعلى بعد 1.25 من هون، من هون لهون. عشان نرسمها لازم نعرف بلين تينجنت. نيجي على ريفرنس جيومتري بلين، عشان نعرف بلين تينجنت راح نعطيه سطح حد اللي هون. تمام، هاي اعطاني اياه مباشرة. قبل هالفترة انا حاولت اعرفه تنجت، ما كان يعطيني اياه هون، كان يعطيني اياه تحت، فكنت اضطر اعمل اول ريفرنس اخذه مثلا التوب والريفرنس الثاني السطح اللي هون، بيعطيني اياه تنجت. سكتش ونورمال تو، نرسم عليه الدائرة. الدياميتر تبعها راح اجيبه من معلومة التسنين، هاي الرقم الاول بيكون هو الدياميتر 0.250. واعطيه المسافة من السنتر للحافة هاي اللي هون 1.25، والمسافة من هون لفوق راح تكون نص الديامتر اللي هون 2.23/2. هيك صارت fully defined. اعملها extrude cut بمقدار 1 inch، محطين دبس 1 inch. تمام تمام اللي ظل علينا تسنين هون تسنين هون. نعمل تسنين الخارجي اللي هو هون. أول شي طالبين نعمل شانفر بمقدار 0.05. عندي الفيلت شامفر، نختار 0.، بعدين من الهول ويزارد ثريد أول إشي بطلب مني select an edge of a cylindrical face for a thread. edge of cylinder من هون راح اعطيني اياه هذا الشكل. عشان نضمن انه يبدا تسنين من هاي الحافه بشكل صح بدنا نعمل اوفست، اوفست مقدار معين احنا بنحدده مثلا 0.2. بنلاحظ انه راح لنا لتحت، نعكس الاتجاه تبعه. تمام، بدناش اياه بلايند، بدنا اياه اب تو سيليكشن، نختار الحافة اللي هون. الحافة اللي هون، طب شوي نشوف لو حطيناه بلايند 0.6
بوينت ستة، بوينت ستة زائد الاثنين اللي فوق بوينت ثمانية. شوف راح يدخل على اللي هون ولا لا؟ اه راح يدخل. عشان مش واضح الرسمة اذا هو داخل ولا لا، والله عليم انه راح يكون تسنين للحف اللي هون. نحط up to selection وبنختار الحافة هاي. طبعا cut thread راح يكون عندنا، ونفعل خيار trim with the start face و trim with the end face. ونختار النوع اللي بدنا اياه، 1.25 و12 انش ديامتر او داي. هل تسنين الاول طلعنا، التسنين الثاني، التسنين الثاني معطيني اياه هنا with the chamfer 25 بالألف، فيليت تشامفر 0.025 هول ويزارد ثريد. لاحظ بعدين بيحكي لي select align plane that is perpendicular to thread axis. لاحظ انه هون الدائرة مش عمودية على الاكسس اللي بده يصير عليه الثريد، فيها ميلان بسبب الاسطوانة والسطح الدائري اللي هون. وبالتالي لما اخترناه ما حدد لي الخطوط الزهرية تبعت الثريد، فعشان هيك لازم اختار الاكسس العمودي على التسنين او البلين. راح نختار بلين 1. لاحظ لما اخترناه برضو ما نلاحظ لانه ما زبط، يمكن الحافة الخارجية. حطه up to selection. ثواني شوي، داخلية و up to selection، نحط offset لبرا و up to selection، نختار الحافة الداخلية. مش راضية، blind 1، هاي من برا ومن جوا. بس نختار النوع اللي هو خمسة وعشرين، عملنا الأوفسيت. حكينا عملنا أوفسيت مقدار 2، لازم نزيده على العمق اللي هو معطيني اياه هون. لما بدي أعمل تسنين داخلي لازم يكون اكسترود ثريد مش قط، وضروري كمان افعل trim with start face و trim with end face. حاسس هي شكلها مش منطقية، لو غيرنا الإج واخترنا الخارجية فهو أعطاني إيرور.
معناته بده الداخلية. وهيك بتكون الرسمة جاهزة. ايوه تمام، نفس هاي تقريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.